مع واحدة من أجمل الأماكن اللي ممكن تزورها في تايلاند، وأعتقد إن هي تعتبر السبب الرئيسي لأن معظم الناس بتيجي هنا في تايلاند. بصوا المنظر يا جماعة، حاجة خيالية طبعا، منظر غير طبيعي. أعتقد كتير من الأفلام طبعا اتصورت هنا، منها كتير من أفلام جيمس بوند. الصخرة اللي ورايا دي بتاع جيمس بوند، ودي مشهورة قوي، هتلاقيها موجودة في كل حتة. طبعا المنظر ده اللي قدامنا ده، ايوه شوفوا، هتلاقوا مجموعة من الجبال الجميلة جدا جدا. ادي الجزيرة اهي قدامنا، دي بتاعة جيمس بوند. طبعا هنا بيعملوا كانوينج، مراكب التجديف. طبعا شايفين المنظر عامل ازاي، حاجة خيالية. طبعا تلاقوا جزيرة ورايا اهي، طبعا حاجة جميلة جدا. طبعا زي ما انتم، اوكي يا. وهنا هتشوفوا الاسم بتاع اسم الجزيرة، جيمس بوند ايلاند او بانك نا ناشونال بارك بانك نا اندامان تايلاند. كلمة اندامان هنا كلمة من كلماته مشهورة جدا، بس حقيقي مش عارف معناها، بس هي موجودة كتير في كل حاجات بحرية هنا. طبعا شايفين المنظر عامل ازاي، طبعا حاجة فوق الخيال. وانا شايف شباب هم عاملين حركة جيمس بوند.